متتبعي قناه انفاس بريس، حنا الان تنتواجد امام دار الشباب حي السدري، دار الشباب حي السدري اللي تحولت الى واحد قبله للمستفيدين من عمليه تلقيح ضد كورونا. هاد دار الشباب هذه تستقبل مستوصفين او تحتضن عمليه جوج مستوصفات، مستوصف حي السدري ومستوصف المسيره جوج. خدنا النموذج تاع دار الشباب باش نقربكم كيفاش تدوز عمليه التلقيح بمدينه الدار البيضاء. احنا اليوم الحمد لله في اطار التوجهات ديال صاحب الجلاله الله ينصره ويحفظه لينا، اليوم الثاني على التوالي، لان البارح انطلقت عندنا العمليه بهذا المركز اللي هو مركز دار الشباب حي السدري، واللي كيحتضن مستوصفين، المستوصف الاول ديال حي المسيره جوج والمستوصف الثاني ديال حي السدري. الحمد لله كاين واحد الاقبال متزايد يوميا، تقريبا ما يفوق 300 مستفيد اللي كتجي. كاينه عمليه تنظيميه ان كيكون الاستقبال بعد الناس اللي كيجيهم الميساجات في التليفون، وبمساعده ديال السلطه المحليه كيبلغوا حتى بعض الاباء مثلا اللي ما كيكونوش كيقراو ولا ما عارفش التليفون او ما عندوش كيبلغوهم. ملي كيجي كتبدا العمليه ديال الاستقبال، من بعد كاينه عمليه ديال التسجيل، من بعد كاينه العمليه ديال التلقيح، من بعد كاينه العمليه ديال الاستراحه، ومن بعد كينصرفوا. هذه يعني هذه بصفه عامه. تقريبا قلت لي شحال نتوما عندكم التقديرات ديالكم تاع عدد المستفيدين اللي غيستافدوا من التلقيح؟ بالنسبه ليوم الاربعاء واليوم الخميس بدينا بالناس ديال 75 سنه الفوق، غدا الجمعه ان شاء الله غادي تبدا العمليه ديال 65 سنه الفوق، وتبقى العمليه مستمره بطبيعه الحال حتى ننتهيو. ومن هذا المنبر كنناشد جميع المغاربه وجميع الشباب باش يشاركوا في هذه الحمله الوطنيه اللي فيها المصلحه ديالنا والمصلحه العامه ديال البلاد. الله يرحم والديك، حنا تحت الملك، واللي قال حنا الطاعة ديالو، اللي قال فين ما قال نمشيو، قالنا هاد أجيو تماركيو وحنا جينا. ما حسيتي بوالو فاش تلقحتي؟ ما حسيتي بتا شي حاجة دابا؟ كلشي أمور عادية. ما حسيت تا حاجة، الحمد لله، اللهم لك الحمد. الناس تعامل معك مزيان؟ لا ما كاينش مشكل، الناس تعامل معك مزيان ماشي مشكل؟ الحمد لله الناس مزيانين، فاميليات مزيانين، معاملين معايا مزيانين، مرت ولدي جابتني تن هنا جيبني وديني اكثر عليها الخير، وانا مريض بفراش ما كنوضش، رجلي ما فيهم والو ما كنوضش، من الله من الله ولا من عند الضيق. درتي التلقيح باش حسيتي دابا؟ الحمد لله مزيان، مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا. ما تتحس بتا شي حاجه؟ لا ما كاين حتى شي حاجه، الحمد لله، صبار صبارين الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا، الله يصلح بلادنا، الله ينجينا من الكوارث. كيداير المعامله تاع هاد الناس معاكم؟ مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، الناس مزيانين، مزيان الله يعاونهم، الله يحفظهم لنا. تقريبا بقيتي في المركز هنا باش درتي هاد التلقيح تاع الاخت؟ اليوم تكون شي ساعه وشي شويه ولا مزيان ما قلت الغدا. ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. بالنسبه للتلقيح شنو كاين شي مضاعفات ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش مضاعفات ديال التلقيح، كاين مضاعفات اللي تيكونوا بساط جدا، يعني بحال اي تلقيح اللي ممكن انه ياثر على انسان، بحال يقدر يكون انتفاخ بالنسبه لليد او لا اون بوتيت فيابغ، ولا مضاعفات اللي هما تيكونوا من نوع خاص، هادوك حنا تنكونوا ديجا تنكونوا كنسولوا الناس واش عندهم شي مرض ولا عندهم مشاكل
قبل اللي قدوا يديروا لهم هذه المضاعفات. الحالات اللي ما يمكنش يديروا التلقيح؟ احنا لحد الان ما عندناش شي حالات خاصه من غير المراه الحامل، راه في الاول في التسجيل تكونوا عارفينهم، وكاينين بعض الامراض اللي ممكن اننا نقولوا بانه ولا اللي تيدير واحد الحساسيه مفرطه بالنسبه للفاكسان.